السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم إن شاء الله الموضوع الحلقة هو مرحبا بالبراني أولد البلاد، يبقى الخارج كيتسنى وكيعاني للأسف. وصراحة والله الأخبار ديال الفقصة الضجيج اللي دار الخبر ديال جوج طيارات اللي رجعوا، من وحده من رومانيا ووحده من فرنسا، اليوم 26 اللي كتحمل لي كادر ديال الشركه ديال رونو اللي طلبات يعني لاوتوريزاسيون وسمحت ليها الدوله المغربيه ان تجيب لي كادر ديالها باش يخدموا في رونو. الا كنتي اول مره كتشوفني تابع القناه باش تبقى توصل لاخر الجديد ان شاء الله. في الوقت اللي ولاد البلاد كيعانيوا الخارج، كاين اللي خرج غير سيمانه سياحه وصدق حاصل 3 شهور، كاين اللي خرج يمشي الداوى على قبل فيزيتا ولا قبل شي مرض حيت ما لقاش العنايه اللي مزيانه في بلادو، خرج باش يتشافى الخارج صدق مبلوكي لمده شهرين 3 شهور، كاين اللي خرج مشى غير قرايه صدق مبلوكي، كاين اللي خرج عامل مشى خدمه الشركه ديالو صيفطاتو لمده سيمانه شهر صدق مبلوكي 3 شهور وما اكثر. اخوان صراحه الخبر اللي نزل اليوم نزل كصاعقه على الناس اللي كتسنى منذ 3 اشهر، الناس اللي سكرفسات، الناس اللي سمحنات، الناس اللي كانت باغا تمشي غير سفر صدقت كتحس براسها عاله على ناس اللي جلست عندهم. كاين اللي باغي يمشي يدوز غير سيمانه صدق جالس عند ناس اللي هما ماشي حتى من العائله ديالو، قدر يكونوا اصحابه ولا متقل عليهم، واخا ما يكونش متقل عليهم هو حاس براسو متقل عليهم. ديروا ريوسكم في بلاصتهم، يعني ناس اللي صراحه الله يحسن عوانهم كيتسناو في واحد الحكومه اللي تقول لهم تواريخ اللي ما بغاتش دير حتى التواريخ امتى يرجع، يعني حتى هما تيقولك وصراحه راه كنخدموا شهر هذا قالنا كنخدموا باش نديروا رحلات، فين هما هاد الرحلات؟ الشهر هذا قالك حنا كنديروا الرحلات وغادي يرجعوا ان شاء الله. داك السيد اللي حاطينو تمايا كرئيس حكومه تيقولك وحقرت انا عندي ناس في العائله ديالي تما محبوسين الخارج، هو صافي قضيتيها، الا كانوا حتى الناس ديال العائله ديالك محبوسين صافي، يعني كلشي تحبس. حيت المغرب سبحان الله من 3 دول ولا 4 دول في العالم كامل اللي مخليه الناس ديالهم بلوكي للخارج. واش الجزائر حسن منا؟ واش تونس حسن منا؟ واش مصر حسن منا؟ واش تركيا حسن منا؟ تركيا ممكن تكون حسن منا، ولكن الدول الاخرين افريقيا واش حسن منا؟ السنغال وموريتانيا، وكيرجعوا الناس ديالهم كلهم رجعوا، حتى لينا حنا ما نرجعوش ولاد بلادنا، ولادنا ما نرجعوهمش الاراضي ديالهم. والمشكله انه عندنا مقدوريه اليوم انهم نديروا لي تيست، كنديروا 10000 تيست في النهار ما فيها باس، الا زدنا واحد 2000 ونديروا 2000 تيست نوليو نديروا 12000، وهذوك 2000 اللي نزيدوا كل نهار نجيبوا 2000 شخص. اجي نزل نتايا جلس غتجلس في المطار ما غتخرجش من المطار حتى ترجع التحليله ديالك نشوفوك واش صحيح ولا لا. واي واحد مغربي واحد الا قلت ليه تجلس نهار في المطار حتى تخرج التحليله ديالك يقول لك انا ما نجلسش نهار، انا نجلس سيمانه عاد رجعوني، قسما بالله اللي سنيو عليها من غد. ولكن الاخوان خاصهم يتلقى على الاقل على الاقل على الاقل يلقاو واحد التاريخ يقول لهم الاخوان نهار فلان الفلاني اليوم 26 شهر 5 نهار 5 في شهر 5 غادي تبداو ترجعوا الطيارات، غنرجعوا الناس اللي كبار في السن، غنرجعوا الناس اللي العائلات اللي حاملات، غنرجعوا الناس اللي مضرين الحاله ديالهم سيئه وهكذا. على الاقل بنادم يرتاح، على الاقل بنادم يقدر يمشي ينعس ويقول على الله باقي لي واحد 10 ايام، باقي لي واحد 9 ايام، باقي لي واحد 15 يوم، ماشي غادي في الظلمه، ماشي غادي في الظلمه، راه ولادكم هذوك، هذه رساله للحكومه المغربيه، راه ولادكم، راه ما يمكنش لك تخلي على الانسان تخليه غادي في الظلمه ما كتقولش ليه حتى فين خاصو يمشي. في الحين ان شركه اللي هي فرنسيه كتجي كتقول لك اعطيني لاوتوريزاسيون باش نرجع ناس اللي غيخدموا فيها، اللي غيخدموا فيها ما غينفعوناش، ما غيديروش لنا الفاكسان ولا غيديروا لنا الجلبه ولا غيخترعوا لنا شي دواء ولا شي حاجه، غيخدموا في شركه بريفي خدامه في المغرب، كتقول لهم مرحبا يجيو يدخلوا. فين هو داك المخاوف الصحيه على داك الناس اللي غيجيو؟ سبحان الله دابا داك ما بقيتيش خايف منهم، ولاو مزيانين ولاو بخير، داك الناس صح بصح غيجيو يدخلوا ما غيعاديو حتى شي واحد، في حين ولاد بلادنا غيعاديو لنا كلشي. واللي عطى الله عطاه، دابا ياك كتلقاو كل نهار كتلقاو 60 70 80 100 200 دخلوهم وحبسوهم في المطار، تخرج لهم تحليله وديروا المطار لوطيلات خاوين، ديهم لوطيل يخلصوا 20 اورو النهار 200 درهم النهار لوطيل عاد درجه وحده عام محشر يجلسوا فيه تخرج لهم التحليله ديالهم. عطى الله الحلول. انا ديك النهار تفقاس قلت لكم ديهم حتى الحباسات قابلين بهم هاد الناس ولا يبقاو عايشين في هاد الدل اللي عايشين فيه هنا، راه الناس مكرفصه بزاف والحكومه ما عايقاش بهم وما حاساش بهم، راه حشومه. وزيدينها على الاقل على الاقل تسدوا على كل شيء، ما تجيوش تدخلوش تسحبوا الخبر ما غتوصلش، راه دير عزوينه توصل توصل، الا لك
كانت الحكومه كتعامل يعني احنا اللي قلنا هاد المخاوف الصحيه ما بقاتش، يعني باي منطلق باي منطق كتعامل مع هاد الحاله ديال الكورونا؟ يعني الا خليتي ناس دخلوا اشنو زعما كاين اقتصاديا كتفكر دير شي ضريبه على الناس اللي غيدخلوا مثلا؟ من هذا مكرفس الشمل ديال العائلات مشرشم والناس باقا كتقول لك الاوتوريزاسيون الرونو دخل وولاد البلاد يتسنى صراحه الفقصه. وبنادم تعيا ما تسكت تعيا ما تشد الاعصاب ديالك، ولكن الاخوان هذا الشيء راه بزاف صراحه. وكنتكلموا ماشي على 1000 2000 3000 4000، كنتكلموا على 32000 مغربي اللي تصلوا بالقنصليات وبغاو يرجعوا. كنتكلموا على 32000 شخص اللي ما عندهمش الريزيدانس، ما عندهمش شهاده السكنه في الخارج، ناس مغاربه وحلو جاوا توريزم، جاوا صحه، جاوا عمل، جاوا يقراو. اللي داخل اللي كيقراو ما داخلش في 32000، يعني 32000 خارج من الناس اللي كيقراو. تخيلوا معايا نتوما 32000 عائله كتسنى في شي واحد خارج برا، واليوم كيقراو الخبر ديال ان الرونو تمكنات من تدخل جوج طيارات، وحده من فرنسا انطلقت اليوم والاخرى من رومانيا. كتعيا ما تعلق، تعيا ما تفكر علاش اشنو هو زعما كنحط راسي في العقل ديال هاد الناس اللي كتحكمنا دابا. هذاك السي العثماني اللي معمر في حياته كان يتخيل انه غيولي رئيس وزراء. ونزيد حاجه اخرى، شتي المغاربه كون كانوا عارفين انه غيولي رئيس وزراء والله لا صوتوا عليه، الناس كانت مصوته على بن كيران، وكلنا عارفين علاش بن كيران ما ولاش رئيس وزراء المره الثانيه. وبالحكومة تبلوكات 6 شهور وعاش داروا مناقشات جديدة وطلعوا السي العثماني. ولكن تبارك الله على السي العثماني صراحة، تبارك الله عليه. راه تبارك الله زعما كي من نهار سمعت قلتي راه بالله راه حتى عندك ناس في العائلة ديالك محبوسين، هذيك الساعة قلت الحمد لله بعدا حتى هو معانا، حتى هو ماشي مشكل. داك لا كان هو عائلته محبوسة في برا راه صافي الآخرين يقدروا يصبروا. زعما كاين الآخرين زعما عطيتي محافز معنوي. هذا هو التدخل ديال الحكومة. قطرة الهم الإخوان كتضحك صراحة. والحاجة الغريبة في هذا الأمر كامل هو أنه كنقول لكم أنا ما بين الدول القليلة في العالم راه من غير المستحيل، راه زعما كاين راه المغاربة زعما كاين عزيز عليهم بلادهم، ولكن ما عمرهم في حياتهم كانوا كيتخيلوا أنه تقدر وقع عليهم شي حاجة بحال هكا. يعني الدول كلها تركيا لدرجة أن الأموات اللي ماتت بالكورونا رجعوهم، الأموات رجعوهم من غير. وحاليا الاتحاد الاوروبي اليوم اللي يسمع الاخبار دي مايو ولا اللي يقرا الجورنال ولا اللي كيسمع الراديو ولا شي حاجه دي مايو قال لهم حنا دابا الوزراء الخارجي ديال الدول الاوروبيه في نقاش انهم يحلوا الحدود ماشي على الاتحاد الاوروبي، في اوروبا كامله نهار 15 في شهر 6. والحكومه حاليا باقي كيوصلونا ميساجات للناس في اللي مقطعه 6 في شهر 7، اللي مقطعه 10 في شهر 7، تيقول لهم لا راه حسب ارشادات من السلطات المغربيه راه حنا كنمحيو لكم في البيوت ديال 15 في شهر 7، يعني حتى من ورا 15 في شهر 7 تقدروا تقطعوا البيوت. راه غير معقول، راه باقي شهرين، راه الناس مكرفسه. الا كانت هذه الحكومه ديروا بحسابهم، راه مكرفسين الناس، راه الناس مكرفسين، حكموا عليهم باش ما بغيتوا، ديروا لهم واحد الضريبه في الدخله. ديروا لي البي غالي مدوبل ثلاثه المرات، خليوا الناس تدخل. والله الا الصراحه سخفت انا يا والله العظيم، يعني ما عييت ما ندوي في هذا الموضوع، عينا ما ندوي، ولكن الله يهدي ما خلق. ولكن كيبان لي انا الحل الوحيد اللي كاين في هذا الامر كامل غيكون تدخل ملكي من الملك، يتدخل ويقول لهم دخلوا الناس. ديك الساعه اش بدا الوزراء ويجري ولا حق دير تاريخ دير جدول دير كذا دخل نهار كذا، خاصهم حتى تجيهم اوامر. ونتمنوا الملك يتدخل، صاحب الجلاله يتدخل ويدير هاد الناس اللي صراحه رحالتهم والله حتى يرتلها. راه مازال الناس اللي جالسين مثلا في المغرب راه كوميم، واخا الشمن مشرشم، واخا بنادم مكرفس، واخا بعد على ولادو، واخا كل شيء، ولكن كوميم راه بنادم جالس في بلادو، ماشي جالس عندك دارك ولا مجالس مع عائلتك، ماشي بحال الناس اللي خارج الخارج ومليوحه في شي قناه. كاين الناس اللي مكرفصات صراحه. حنا ديك النهار جمعنا التبرعات اللي نعاونوا بها الناس، الدراري اللي حارقين هنا والناس اللي العائلات اللي معوزانه في ايطاليا وما تستفدت حتى شي حاجه. وكنت تلقاو يعني طلبات من الناس اللي وحلت هنايا ديك الساعه، كانوا يلاه وحلوا ب 15 يوم ولا 20 يوم. هذا الشيء درناه حنا في شهر 4. وتخيلوا معايا دابا كي ولات القضيه عندهم اللي داز شهرين على ذاك المره اللي عاوناهم. انا صراحه راه بزاف هاد الشيء اخوان. انا نتمنى هاد الفيديو وصل والرساله توصل. تهلاو ليا في ريوسكم والى اللقاء في فيديو قادم، وما تنساوش نشروا هاد الفيديو باش الرساله توصل لهذوك الناس اللي مسؤولين على هاد ولاد البلاد، ماشي يبقاو مسؤولين على البراني.